مساء الخير. موضوع الاستراتيجيات الناجحة والاستراتيجيات اللي فيها وين ريت عالي موضوع مش صعب، ولكن أمر مهم تاخد بالك منه إن الاستراتيجيات الناجحة مش هي الاستراتيجيات اللي هتدور عليها وهتلاقيها وهتشتغل بيها. الاستراتيجيات الناجحة هي الاستراتيجيات اللي انت هتكتشفها أو هتاخد معلومات من استراتيجيات أخرى اتعلمتها والداتا كليد لبيهيفير معين او طريقة حركة معينة في الماركت في سايكل معينة، وهتبدأ انت الاستراتيجية اللي تشتغل معاك دي حاجة انت هتكتشفها. فما تتوقعش ان في استراتيجية هتلاقيها اونلاين، بالذات الحاجات الاونلاين انها بتبقى انتشرت اوريدي. المشكلة في الاستراتيجيات المنتشرة بشكل واسع انها بتخلي التريدرز اللي موجودين في السوق او الريتيلز ليهم منظور واحد، وبالتالي اماكن وضعهم للستوب لوسز بتكون اماكن ليكويديتي ضخمه جدا واماكن سيوله، بتخلي البيج هاندز والانستتيوشنز تاخد السيوله دي، وبالتالي ان في بقى في استراتيجيه معروفه للعامه ده شيء مش في صالحك. فالاستراتيجيه اللي دايما هتمشي في طريقك هي حاجه دايما انت هتكتشفها. والانواع الاستراتيجيات دلوقتي للناجحه نجاح باهر وبندرسها عندنا في الدورات في لايف واير هي استراتيجيات السورت سكويز، او بالعربي يعني الناس اللي بتتزنق في صفقات ومشيت عكس اتجاهها. اقوى حالات الصفقات دي طبعا عندنا استراتيجيات شورت تيرم واللونج تيرم، بس اشهرهم انا اناقشه معاك النهارده، وده كونسبت ممكن تطبقه في اي مجال يعني مش بس في التريدنج. الشورت سكويز او اللونج سكويز بشكل عام ان في شخص دخل سواء يعني بكميات في اسهم او في فيوتشرز، ولو مستثمر كبير ومن طبيعته او متداول ومن طبيعته انه بيهولد او بيشيل ال حجم العقود او الاسهم اللي اشتريها دي اوفر نايت وقت اغلاق السوق، في حالة ان السوق فتح بجاب، يعني مثلا لو السوق اغلق اليوم بسعر مرتفع او كاندل اخضر على المجال اليومي، وجي اليوم اللي بعده فتح بجاب داون او بفجوة، السوق قفل وفتح بفجوة في السعر للاسفل، فانت هتعرف ان عمليات الشراء من اليوم السابق كان كاندل اخضر، ومعناه ان في ناس كتيرة دخلت بكميات كبيرة، وبالتالي قلبت السوق وقلبت الجاب داون في الاسواق اللي زي دي بتسبب الناس اللي دخلت في اليوم السابق انها تبيوك او انها تبانيك. تمام؟ فلمجرد انك تقدر تشوف الاسواق اللي قفلت جرين على اي يوم وتشوف الافتتاح بتاعها بفجوة عكس حركة الكاندل دي، هتقدر تمسك ناس تعمل فيها الشورت سكويز او ناس مزنوقة في البوزيشنز بتاعها وناس مضغوطة، وبالتالي خروجهم بشكل متسارع بيزود تسارع الحركة في اتجاه الجاب دي. طيب وصف سريع كده او رسم سريع اللي احنا بنتكلم فيه. لو بصينا هنا مثلا على فينفيز ده موقع لازم تكون بتقدر تعرف تستخدمه وتستخدمه باستمرار في عملية السيرش بتاعتك والفلترينج لو انت بالذات بتداول اسهم. بطريقة بسيطة جدا تقدر تخش على السكرينر على فينفيز، وهتروح تعمل فلتر بسيط جدا يبسط لك العملية اللي انا شرحتها دي، يمكن تكون معقدة بس يمكن نمرها لك على فينفيز الموضوع يتبسط شوية. اول حاجة هتعمل الفيجواليزنج بتاعك بشكل تشارتس، تخش على السكرينرز، تخش على السكرينر على موقع فينفيز. موقع فينفيز هو www.finviz.com، تخش على السكرينرز وبعدين بتخلي طريقة العرض من خلال تشارتس، خلينا نكبر شوية، اوكي، من خلال تشارتس، وبتبدأ تفلتر اللي انت عايز تشوفه. اولا احنا بنخش على بنقول له all، يورينا كل المواد الفلترنج، واول حاجة بنقول له احنا عايزين اسواق عملت جاب او فجوة، بتعملها على الاب والداون، بس احنا هناخد مثال هنا اب، عايزين اسواق عملت فجوة فوق 4%. يعني انا بشوف الحاجات دي بتبقى افكتيف جدا في الجاب اللي هو 4% فيما فوق.
بنيجي نفلتر البرايس. انا مش عايز برايس دولار واتنين، انا عايز حاجات فوق ال10 دولار عشان نضمن ان في انستتيوشنز بتتداولها. الانستتيوشنز والبنوك بشكل عام ما بتتداولوش اي اسهم تحت ال10 دولار، او الانفستمنت الكبيره ما بتروحش في البيني ستوكس، دايما بتروح في الحاجات اللي فوق ال10 دولار. فخلينا نقول اوفر 10 دولار، اي حاجه اوفر من اوفر 10 دولار في الفلتر التاني. الفلتر التالت هبدا اقول له انا عايز اشوف خلينا نستنى لحظه، نبدا نشوف الارفول او الريلاتيف فوليوم. لقيناه هنا اهو الريلاتيف فوليوم، ده عباره عن الريشيو بتوين الكرنت فوليوم او الفوليوم المعتاد لمده 3 شهور مقارنه بالفوليوم بتاع اليوم. فكل ما عالي الريلاتيف فوليوم كل ما كان افضل لك، وكل ما كانت صفقات بتدي رينج كويس جدا من الاسعار والارباح. فبنقول دايما اوفر 2، بفضل دايما اوفر 2 ان الفوليوم بيبقى ضعف المعتاد في الايام العاديه. وبناء على الفلتر ده السوق هيطلع لك الاسواق اللي عملت جاب وبدات تتحرك. ولكن بدي هنت اخير بقول له اعمل لي اوردر للحاجات دي باي فوليوم. فين الفوليوم؟ هنا اهو. وبقول له descending عشان يوريني الفوليوم من الاعلى للاسفل، عشان ما يورينيش حاجات ما بتتحركش في السوق. وبالتالي هيبدا يطلع لي الريزلتس اللي فيها شورت سكويز، سوري الفلترز اللي فيها جاب. وانت بنظرتك بتبدا تفحص الخرائط دي وتشوف الحاجات اللي ختمت يوم من ايام التداول ريد كشمعه حمراء وعملت جاب للاعلى، معنى كده ان الشورتس هنا تعمل لهم سكويز، والعكس بتدور على الايام اللي انتهت بكاندل او شمعه خضراء وفتحت السوق في اليوم اللي بعده بفجوه للاسفل، معناها الناس اللي اشترت في شورت سكويز او مزنوقه. وبالتالي بتدور على الجابس اللي فيها الكرايتيريا دي. وبالتالي بنشوف ايه اف دي ام تي، اول ريزلت طلع عندنا هنا اليوم اللي فات. خلينا نعمل زوم شويه، مش عارف ده باين ولا لا. لو تلاحظ هنا في اف دي ام تي اول ريزلت طلع عندنا يوم امس قفل شمعة حمراء، عملنا فجوة للاعلى، والسوق من وقت الافتتاح بدأ يتجه للاعلى. طب احنا ازاي نتريد الكلام ده؟ طريقة التداول سهلة جدا، يعني ليها اكتر من ابروتش، بس واحد من الامور السهلة اللي تقدر تداول الامور دي، بتتداول طبعا في اتجاه الجاب. توقع ان السوق لو عمل فجوة للاعلى يبقى السوق هيفضل متجه للاعلى على الاقل في اول كام ساعة. بتاخد الحركة العلوية دي، ودايما وقف الخسارة بيكون تحت الرينج الافتتاح. فانت استنى الماركت يعمل مثلا 1 اور 2 ويفز او 2 ترندز، والبوتوم بتاع اليوم ده هو ده يبقى الستوب لوس بتاعك، وخليك مع الصفقه. يفضل انك تفضل معاها لغايه اخر اليوم، ومن خلال ملاحظتك للتكنيكال اناليسز والامور اللي بتتم في خلال اليوم هتعرف تلاقي اكزيت كويس. يعني لو لقيت الماركت عامل ترند اب مثلا ارسم ترند، ولو كسره يبقى ده مكان خروجك. فلازم تبقى كرييتيف شويه، يعني لازم تبقى تتفاعل مع السوق ده مع الانتري والاكزيت. ولكن دي ايام هتديك اتجاه سهل جدا بناء على السكويز اللي بيحصل وحركات قويه جدا. فعندك في المثال هنا اف دي ام تي، لو بصينا في المثال ده مثلا اليوم ده فتح بفجوة علوية، ولكن اليوم السابق انتهى اخضر فده مش هوصله. يوم انتهى كاندل جرين وعمل فجوة لفوق مش هوصله. انا محتاج فجوة تكون عكس اتجاه الشمعة عشان اقدر اخد الاتجاه ده مع الافتتاح وامشي معاه لغاية اخر اليوم. وبالتالي دي نظرية سهلة جدا، وواحدة طريقة بسيطة جدا، يعني مجرد ملاحظة ان موضوع لوجيكال جدا ان في شورت سكويز بيحصل وانت تقدر تكابيتالايز عليه. لو انت مثلا بتداول اسهم ونفس الكونسبت مثلا في الفيوتشرز او الامور دي كلها، لما يوم بينتهي وبيبقى فيه فجوه عكسه بيبقى فيه فرص جميله جدا. طبعا استراتيجيات شورت سكويز كتيره جدا، ودي اللي انا مركز عليها الفتره دي، وموجوده كلها في كورساتنا على لايف واير تريدنج. الدورات اللي بتركز على الشورت سكويز عندي هي الفيوتشرز تريدنج، طبعا بغض النظر عن الاوردر فلو او الامور التانية. عندك الفيوتشرز داي تريدنج والفوليوم بروفايل، الشورت سكويز استراتيجي المدرجه فيها، ودي انجح استراتيجيات شغاله في السوق دلوقتي، سواء على الشورت فريم او اللونج فريم، واقواهم فعلا هي الاستراتيجيه اللي اتكلمنا فيهم النهارده. وواحده تانية اللي هي متعلقه بالفوليوم بروفايل والفاليو شيفتنج.
امور بسيطه جدا. الشورت سكويز ما بيكررش كتير، بس واحده من الاستراتيجيات اللي عندها فيها اكيورسي عالي جدا وريسك واطي. اللي انا عايز اوصله النهارده ان الاستراتيجيات كتير، لمجرد بس انك تفهم الماركت لوجيكلي وعندك اداه للفلترنج تقدر تلاقي استراتيجيه. لمجرد البحث، اللي بيلاقي الاستراتيجيه دي بيبحث، والاستراتيجيات الناجحه هي الاستراتيجيات اللي انت بتلاقيها وبتحط مجهود فيها في البحث بالذات. يعني انا قضيت اول بعد اول 8 شهور في التداول قضيت حوالي 6 شهور عمليات بحث وتقارير، افحص اشوف انا بلاحظ ايه في السوق، ايه اللي بيتكرر، وايه اللي ممكن اخد منه بيانات واعمل منه استراتيجيه. لان بشكل عام اي استراتيجيه معروفه للعمل زي ما انا قلت مش هتجيب نتيجه على اللونج تيرم، او هتضايقك لان بصمتك مش فيها لسه. فلازم حتى لو انت اتعلمت استراتيجيه لازم يكون ليك بصمه في الاستراتيجيه دي. البصمه دي هتتكريت ازاي او هتتعمل ازاي؟ عن طريق الاوبزرفيشن بتاعك لحركه السوق والسايكلز اللي انت فيها والملاحظات والتقارير بتاعتك. دي امور دايما انا بنبه عليها. اتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده، واشوفكم في فيديو جاي.